كيف احتفل أهالي بغداد بالمولد النبوي الشريف؟ نعم، مرحبا بك محمد وبكل مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية. المئات اليوم من العراقيين من جميع المحافظات جاءوا إلى هنا إلى مدينة الأعظمية، حيث كما تشاهد الصورة من خلفي جاءوا من جميع المحافظات يحتفلون اليوم بهذه المناسبة الكريمة وسط أمنيات أن يعم الأمن والأمان والسلام على بلادنا العبيدة. بالتالي يعني كما تشاهد هذه الصور الآن تزينت الشوارع منذ وقت مبكر هنا في مدينة الأعظمية، الماء والطعام وحتى المشروبات الأخرى توزع بشكل مجاني هنا على جميع العراقيين والوافدين إلى هذه المدينة. نشاهد أيضا مطاعم مجانية هنا في الشوارع توزع الأكل مجاني احتفاء بهذه المناسبة الكريمة. الزينة، الأمور الأخرى، كل شيء على ما يرام هنا من ناحية الأمور الخدمية. أما أمنيا يعني نشاهد انتشار أمني مكثف في شوارع العظمية، أغلقت الطرق الرئيسية بشكل تام وسط تجديد أمني من قبل جميع الجهات الأمنية. هناك يعني أكثر من جهة أمنية متواجدة هنا. شاهدنا